مبالغ طائلة يتم دفعها على المنتخبات العربية، ملايين الدولارات، ولكن العرب خذلوا في المونديال. لعنة الدقيقة 90، لعنة الهزيمة، الخيبة تلو الأخرى، هزيمة مدوية للسعودية لحقتها مصر وتونس والمغرب، والمشاهد العربي يحزن تارة ويسخر تارات. المونديال بأطرف ما فيه والأكثر حزنا. الشغل الشاغل اليوم هو المونديال، ولكن مهلا، هناك الانتخابات التركية تشغل بال السوري، يتابع تصريحات المرشحين ما بين دعمه والرغبة بتجنيسه ورفضه والدعوة لطرده. الانتخابات التركية شغل السوريين الشاغل في تركيا. ما بين المونديال والانتخابات يظهر سلاح جديد، سلاح بشري الكتروني يرتكب الجرائم بلا دماء، ولكنه الأخطر على الدول في الوقت الحالي. كل ذلك وأكثر في حلقة اليوم من الصفحة الأخيرة. مساء الخير وإلى العناوين. بالأرقام، هكذا ينتظر السوريون في تركيا نتائج الانتخابات. ما فيش أي حد عايز يجي على نفسه شوية يا جدعان، حرام والله العظيم. إحنا لازم هيجرالنا حاجة، ما إحنا كده هيجرالنا حاجة. الجمهور الياباني الأكثر رقياً والعربي الأكثر حزناً في المونديال. تركيا ستنتخب بعد غد. ماذا عن السوريين في تركيا المجنسين منهم والمقيمين واللاجئين؟ الحملات الانتخابية تفاوتت شعاراتها بما يخص وضع السوريين، وأحيانا تناقضت كليا. عن السوريين وأرقامهم ومخاوفهم نتابع معا التقرير التالي. السوريون في تركيا يبدون مترقبين للانتخابات التركية، إن لم نقل كالأتراكي أنفسهم، فربما أقل بقليل عن أهل الدولة الذين سينتخبون. الأرقام تتحدث وتفسر سبب الترقب السوري للانتخابات، فثلاثة ملايين ونصف المليون هو عدد السوريين الذين يعيشون اليوم في تركيا، منهم 60,000 حصلوا على الجنسية التركية و30,000 يحق لهم الانتخاب. ما يزال السوريون ووجودهم في تركيا ورقة الجوكر التي يستخدمها المرشحون في تركيا في حملاتهم الانتخابية سلبيا أو إيجابيا. وأما عن هذه الورقة فحكاية أخرى. تتوعد المعارضة بطرد السوريين، بينما يعد حزب العدالة والتنمية متمثلا بالرئيس والمرشح رجب طيب أردوغان بتجنيس 300,000 سوري، والفرق كبير بين الحالتين وبين الوعيد والوعد. تطالب المعارضة بإعادة السوريين وسحب الجنسية ممن حصل عليها وبفتح سفارة للنظام في تركيا. فهل السوريون ليسوا أكثر من عبء على تركيا؟ الحقوقيون أكدوا أن الجنسية حق مكتسب ولا يمكن سحبها إلا بموجبات قانونية، وأما تجميدها تمهيدا لسحبها فهو أمر معقد وذو نهايات مفتوحة. بعض المعارضة تتهم السوريين باستنزاف الاقتصاد التركي وأنهم ليسوا أكثر من عبء على اقتصاد البلد، ولكن وبالأرقام يمكن الرد على هؤلاء. المستثمرون السوريون استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا. شركات السوريين أسست قرابة 4,000 شركة. مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي وصلت إلى 90 مليون دولار العام الماضي. الشركات السورية تشكل 14% من إجمالي رأس المال الأجنبي في تركيا. الخوف والترقب أمر لا بد منه، فالسوري يدرك أن طريقة التعامل معه ستختلف ما بين مرشح وآخر وما بين داعم وطارد، ولكن تبقى للأرقام صدقية يصعب تجاهلها أيا كان الرابح في الانتخابات. نبقى في تركيا وفي الانتخابات. آخر التصريحات وأهم أعمدة الحملات الانتخابية وبرامج المرشحين في المادة التالية نتابع.
الصفحة الأخيرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. الـ2018 عام الجرائم الإلكترونية، وهذه أكثر الدول عرضة للتهديد. أهلا بكم من جديد. في الرياضة عامة والمونديال الذي يتابعه الملايين، توجد ألقاب يسعى الجميع في الملعب للحصول عليها، هداف المونديال مثلا، ولكن هل من ألقاب يحصل عليها الجمهور؟ منتخب اليابان الذي ربح في مباراته مع كولومبيا، وبدلا من الخروج من الاستاد للاحتفال قرر البقاء لتنظيف وترتيب الاستاد. مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الجمهور الياباني منشغلا بالتنظيف انتشر بكثافة على تويتر، إلى جانب الجمهور الياباني قرر الجمهور الكولومبي أن يحذو حذو الياباني، وبهذا حصل الاثنان على لقب الجمهور الأرقى وجمهور رفيع المستوى. نشاهد معا. Felicitaciones. Felicito. Ganaron. Miren todos recogiendo la basura los japoneses. Esto es una cosa increíble. Y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor. Y mire, déjalos aquí. Mire. Esa es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza. Ganaron. نبقى في الجمهور الأرقى، وربما فتح الجمهور الياباني الباب أمام تنافس من نوع جديد، تنافس بالرقي، إذ ظهر مشجعو السنغال وهم يجمعون القمامة بعد المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف. ونشر أحد الحسابات الرياضية تغريدة قال فيها إن السنغال حققت انتصارا تاريخيا، ولكن بدلا من الاحتفال نظفوا مكانهم، لهم كل الاحترام. ما زلنا في المونديال ونلقي نظرة خاطفة على تويتر لنتابع بعض التعليقات على اليابان والسنغال وإجماع كثير من المغردين على منح الجمهور الياباني لقب الجمهور الأرقى. ونذكر أنه بالنسبة للمشجعين اليابانيين لم يكن ذلك حدثا فريدا من نوعه، فقد شوهدوا من قبل ينظفون الاستاد بعد المباراة مع ساحل العاج ضمن فعاليات كأس العالم 2014 في البرازيل. من الأرقى إلى الأكثر حزنا، الشعب العربي الذي خذل في المونديال وانتقل من خسارة إلى أخرى. شاب مصري سنشاهد بعضا من غضبه اختصر الحالة العربية بقوله: نحن عايزين نفرح. ما فيش أي حد عايز يجي على نفسه شوية يا جدعان، حرام والله العظيم. احنا لازم هيجرالنا حاجة، ما احنا كده هيجرالنا حاجة وهنشيل الضغط
وعمالين نقول مصر مصر تحيا مصر ومش عارف ايه، والنهارده مصر هتفرح وكلنا بنشجع مصر، ومطلع لي ليلى علوي ومطلع لي لميس الحديدي اللي اصلا جوزها مش طايق يبص في وشها، لو انت تاخد بالك جوزها مش عايزها مش طايق يبص في وشها. لميس الحديدي ايه دي؟ من امتى وهي وشها حلو على البلد؟ من امتى وهي وشها حلو على البلد؟ والاستاذ خسامير الاسكندراني واحمد عبيد، احنا رايحين نمثل مسلسل؟ يعني احنا رايحين لن نعيش في جلباب ابي ولا لا رايحين نمثل الهالة الحلميه؟ ما طلع ناس من الالتراس يولعوا في الملعب، طلع ناس كده يشجعوا بحماس، يهزوا روسيا كلها، يخلوا اللعيبه يبقى عندها دم وتحس على دمها، يدخلوهم في المود، مطلع لي شويه فنانين عشان ياخدوا سيلفي ومش عارف ايه والكلام ده كله، طلعنا احنا يا اخي ده انتوا طلعتوا ميتين ابونا، ده انا معرفش، يعني انا بتمنى دلوقتي من ربنا ان ربنا ياخدني، ربنا ياخدني، ما خلاص مش عارف، ما احنا خلاص بقى. من مصر إلى لبنان، إلى المشجعين المخلصين لفريقهم، وإلى ما أصبح يعرف بشارع البرازيل، حيث غزت الأعلام البرازيلية الشارع بشكل كامل. الطرافة والإخلاص للبرازيل من بيروت، نشاهد معا. أعلام برازيلية في الهواء، على الجدران، على شرف المنازل، ليست ساو باولو، إنه شارع البرازيل في العاصمة بيروت. جولة لنا في هذا الشارع وحديث مع رابطة مشجعي البرازيل. ألماني اسمع اسمع، أخضر أصفر عم يلمع، رح نتلاقى بالفينال وخلي عيونك تدمع. منذ متى تشجع البرازيل؟ من أنا وصغير شجعهم، فريق كتير كبير وكل حدا هون بحبه، فنحن منشجعه مع احترامه لجميع الفرق، بس كأس العالم بالجيب. لايكي هول خمس نجوم وبإذن الله رح يصيروا ستة. يلا الله مع البرازيل. والله نحن منشجع البرازيل من وقت ما كنا صغار، وكبرنا بعدنا عم نشجع البرازيل، وراح نموت وراح نضلنا نشجع البرازيل، إن شاء الله بيصيروا ستة بإذن رب العالمين. ثقة عمياء يتحلى بها مشجعو فريق البرازيل، فهل سيحقق هذا الفريق اللقب السادس؟ الجواب في المباريات المقبلة. منوال لمشيك، تلفزيون سوريا، بيروت. وللمزيد عن مفارقات ومفاجآت المونديال معنا في الاستديو الزميل الصحفي عبد الله طعمة. أهلا وسهلا بك زميل عبد الله. يعني بداية، إلى ما تعزو هذا الخسارات العربية المتتالية وهذا الخذلان العربي في المونديال؟ يعني حقيقة مهند، هي يعني صدمة كانت للجماهير الرياضية العربية بشكل كتير كبير. كان في أمال معقودة على بعد فور يعني ظهور قرعة المونديال والفرق المتوزعة بين المجموعات، تفاءل كثير من المتابعين الرياضيين العرب بتأهل على الأقل فريقين يعني من المنتخبات العربية الموجودة في المونديال للدور الثاني، لكن للأسف حصل العكس تماما. كان خروجا صعبا، خروجا مذلا إلى حد كبير. يعني سجلت الفرق العربية هدفين فقط حتى الآن من ست مباريات تقريبا، كان من ركلتي جزاء، لم نحقق حتى الآن أي نقطة في المونديال. يعني دائما نسلي أنفسنا ونقول يعني إنها هل يمكن خسارة مشرفة، ذلك أن هو تراجع في أداء الفرق العربية، أم أن الفرق الأخرى الفرق الغربية هي تعمل أكثر أو تجتهد أكثر؟ يعني أنا برأيي أن الفرق العربية لم ينزل مستوى، هو ذاته نفسه المستوى، لكن الفرق الأخرى تطورت. نرى يعني مدربين بتكتيك عالي، نرى إداريين للمنتخبات واتحادات الكرة في الدول الأوروبية أو حتى دول أمريكا اللاتينية أو حتى الدول الآسيوية تعمل على صنع منتخبات قوية من خلال تغيير العقلية، من خلال معسكرات تدريبية مدروسة، مباريات ودية مدروسة، ليس كما نرى في بعض البلدان العربية المشاركة التي شاهدنا لها مباريات ودية كانت بدون أي فائدة مع منتخبات قوية لم نستطع المجاراة. هذا يقودنا للحديث عن موضوع كيف تعاملت السلطات ربما أو الجهات المعنية من الطرفين مع الخسارة. مثلا الفريق الألماني بخسارته الأولى استدعوا له أخصائيين نفسيين، بينما شاهدنا غضب من الجهات المعنية وربما شتم للاعبين. هذه حقيقة مهند، بالفعل كانت ردة الفعل الرياضية بشكل عام سواء الشعبية أو الرسمية أو حتى على وسائل الإعلام ضد اللاعبين والمنتخبات العربية المتواجدة كانت شديدة جدا. ومن الجولة الأولى، يعني أنت في حال خسرت أول مباراة
هناك فرصة أيضا أن تتأهل إلى الدور القادم، لكن على العكس تماما ما حصل، كان هناك يعني هجوم شرس على اللاعبين. سمعنا يعني في وسائل الإعلام العربية، سمعنا أمس قائد المنتخب المغربي تحدث أنه تعرض اللاعبون للشتم، تعرضوا لوصفوهم بأنهم أطفال مدللون ولا يستحقون تمثيل بلدانهم على الرغم ولكن من أنهم ولكن قاتلوا. في المقابل كان هناك مثلا في الشارع المصري كان هناك غضب من الجهات المسؤولة، أنه لماذا تأخذون إعلاميين وفنانين، نحن الشعب يجب أن نذهب، وربما اصطحاب هؤلاء الفنانين والإعلاميين ربما أثر سلبا على أداء الفريق، ما رأيك؟ طبعا زيارة الفنانين أو إقامة الفنانين المصريين في منتخب في مقر إقامة منتخب المصري نفسه قبل مباراة روسيا أثار يعني حبرا كثيرا في وسائل الإعلام المصرية والعربية، الكثير تحدث عن ذلك، ما سبب وجود هؤلاء الفنانين. الشركة الراعية هي شركة وي للاتصالات الراعية للمنتخب المصري، هي من جلبت هؤلاء الفنانين إلى فندق المنتخب ليتصوروا معهم، ويعني أمور دعائية بحتة أثرت بشكل كبير. وهناك بعض اللاعبين ألمحوا دون أن يتكلموا إلى يعني وجود حالة نفسية بوجود أشخاص غير رياضيين أو لا داعي لوجودهم داخل معسكر المنتخب. حتى معسكر المنتخب في التدريبات في ملاعب التدريبات شاهدنا شخصيات عامة في مصر أيضا تواجدت وتصورت مع اللاعبين. هل سنشاهد في المباريات القادمة ربما أداء مختلف لهذه الفرق وسيحفظون ما أوجههم أم أن الحال سيبقى على ما هو؟ مهند، سأعود للنقطة التي تكلمت عنها حول الطبيب النفسي الذي جلبه الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب الألماني. المنتخب الألماني هو أحد المرشحين بطبيعة الحال للمونديال، خسارته الأولى من المكسيك كان لها وقع كبير على اللاعبين، شاهدناها بوجوه اللاعبين بتصريحاتهم بوسائل الإعلام الألمانية. فورا تدخل الاتحاد الألماني وجلب طبيبا نفسيا من ألمانيا إلى موسكو للوقوف إلى جانب اللاعبين. ما حصل في مع الفرق العربية على العكس تماما، لم يأخذوا فرصة، حتى أن أحد المسؤولين السعوديين هاجم لاعبيه مباشرة بعد مباراة روسيا التي خسروا فيها بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وصفهم بأنهم غير مجديون وهذه مستوياتهم وهذه كرتنا ولا نستطيع التقدم وإلى آخره من الأمور التي تحطم نفسية اللاعبين. كرة القدم هي لعبة لا تعتمد فقط على الجسد وعلى المهارة، هي أيضا لعبة ذهنية بدرجة كبيرة، لعبة عقلية. يعني إذا لم يكن اللاعب مرتاح أو صافي الذهن أو محضر لتجاوز الأزمات، ربما بعد هذه الحملة سيكون وضعهم النفسي يعني ربما سيئا سيكون. يعني لننتظر نرى، منتخب التونسي هو الوحيد حاليا يملك فرصة. نتحدث عن مصر والسعودية تحديدا، هل هذان الفريقان هل سنشهد فعلا نقلة نوعية أو تطور في أدائهم وسيحفظون ماء الوجه في مباريات؟ يعني ربما هذه المباراة تكون جيدة للفريقين لتجاوز أزمة خسارة مباريتين وبنتائج يعني كبيرة نوعا ما. أيضا هناك لاعبون يريدون دخول التاريخ من خلال لعب مباريات كحارس المنتخب المصري عصام الحضري الذي يريد أن يشارك في هذه المباراة ليكون أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم شارك في مباراة. أيضا لاعبون المنتخب السعودي يريدون أيضا يعني إظهار للعالم الذي سخر من خسارتهم الأولى أمام روسيا، يريدون إظهار وجه آخر للكرة السعودية من خلال يعني نتيجة إيجابية أو تسجيل على الأقل أهداف في ربما المونديال. سيكون هذا المونديال هو مونديال المفارقات والمفاجآت، ربما نشهد مفاجآت أكبر في قادم الأيام. الزميل الصحفي عبد الله طعمة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إلى جرائم من نوع آخر، سلاح إلكتروني مدمر ولكنه لا يملك الرصاص ولا يسيل الدماء، حيث خلصت دراسة أجرتها شركة الأمن مكافي المعلوماتية إلى أن عام 2018 سيكون حافلا بالجرائم الإلكترونية. وقالت الدراسة إن البرمجيات الخبيثة يمكن أن تباع لجهات عبر العالم يمكنها أن تشل عدة قطاعات، ورسمت خريطة لأكثر 10 دول في العالم ستكون معرضة للهجمات الإلكترونية، مستمدة بياناتها من شبكة كاسبرسكاي الأمنية. روسيا في صدارة الدول الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية، إذ أحبطت أكثر من 1.5 مليون هجمة إلكترونية. ألمانيا ثانيا عالميا، إذ أحبطت فيها 220 ألف هجمة إلكترونية. ثم فيتنام في المرتبة الثالثة، والهند رابعا
ثم الصين والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة. أما عربيا فأتت الجزائر في صدارة الدول العربية، إذ جاءت في المركز 14 عالميا، تتبعها المملكة العربية السعودية في المرتبة 26 عالميا، ثم تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 27 عالميا. إذن البلاد العربية ليست على خريطة الدول العشر الأكثر تهديدا. أهلا بكم من جديد إلى جولة حول العالم كالعادة، وبعض الأخبار الغريبة واللافتة. البداية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وبخ مراهقا خاطب الرئيس بشكل غير رسمي قائلا له مانو فقط. نذهب إلى بريطانيا، حيث أثار مقطع فيديو بذيء قام عضو في حزب المحافظين بنشره في مجموعة خاصة على الواتساب يستخدمها أعضاء في مجلس الوزراء، أثار هذا المقطع لغطا كبيرا في البرلمان. يعد رافائيل ماركيز أحد أشهر نجوم كرة القدم في منتخب المكسيك المشارك في مونديال روسيا، لكنه في الوقت نفسه مدرج على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية على خلفية علاقته مع عصابات المخدرات. نبقى في المونديال وإلى مباراة إنجلترا وتونس والتي حضرها عشرات الألوف من البراغيث الطيارة، الأمر الذي سبب إزعاجا بالغا للاعبين والجمهور أيضا. يبدو أن الأثرياء لن يبقى نشاطهم محصورا معنا في الكوكب نفسه، وآخر ابتكاراتهم رحلة سياحية لمشاهدة الأرض من النافذة، والرحلة تتضمن مشروبات من جميع الأنواع وشاشات عرض وخدما وأيضا إنستغرام. أخيرا من الجزائر، إذ اعتبر المترشحون لشهادة البكالوريا الإجراءات المتخذة لمنع الغش في الامتحانات بمنزلة التحضير لدخول معترك الحرب، إذ تتضمن الإجراءات طائرات عسكرية وجيشا وشرطة وسجنا وأيضا قطعا للإنترنت. قلبنا معكم صفحاتنا كلها، وفي الختام كالعادة نودعكم مع الكاريكاتير. تقبلوا تحياتي وتحيات هنادي الخطيب، إلى اللقاء.